وسط استقبال حافل أجرى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد زيارة دولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. هذا وقام سرب من الطائرات الحربية الملكية الأردنية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الأردنية، ثم قامت الفرق العسكرية بنفخ الأبواق وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم سموه، ثم تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الملكي للمملكة الأردنية الهاشمية.